هلا انضم لي مستشارنا لليوم من برنامج سؤال الاحد توني قطان. يا اهلين ويا سهلين يا حبيبي، مساء الخير عليك وعلى كل المستمعين. الله يسعدك يا ربي طبعاً. توني، اول شيء انا كثير مبسوط انك انت معي حبيبي، وهيك يعني بشكل شخصي انت بتعرف انا دائما بسمع اغانيك وكذا حبيبي. فهلا كمان صار الموضوع محمس لي اكثر انك انت موجود. محضر لك كميه اسئله، رح نبلش حوارنا بايش؟ بسؤال الأحد. سؤال أحد، شو بيحكي توني اليوم؟ شو بيحكي؟ إمتى بيأثر عمل المرأة على علاقتها الزوجية، وهل في مهام فقط المرأة هي اللي بتعملها بالبيت؟ يعني إمتى بيأثر؟ ما هو زي ما بيأثر شغل الرجل أكيد رح يأثر شغل المرأة، يعني نفس الإشي يعني بنفس المقدار. هاي حلو، فمش ممتاز. مهم يعني، ما يعني بده الواحد يوازن، حتى الرجل بده يوازن بالآخر، بده يضل يعني. عم بلاحظ كمان معظم الناس الشباب دائما عنده الشغل وبعدين بروح بيطلع مع اصحابه بيطلع اوكي وبنسى انه هو عنده التزامات وعنده بيت وعنده كذا. حلو التوازن يعني، هو نفس الاشي بالنسبه لي، لازم يكون نفس الالتزام بس. طيب امتى يعني هيك صار حسيت انت طوني بدك تمسك دانا تحكي لها دانا خلص بكفي، اظن انه الامور طلعت عن حدها وانك انت مش عم تتركي وقت للبيت وكذا وهذا الحكي؟ لا، ما هو صراحة بقدرش أحكي لأنه هي ملتزمة بالبيت أكثر مني، أنا اللي أنا اللي بقعدش بالبيت. من هالناحية لا، ما عمره صار هيك إشي، لأنه بصراحة برضو دانا شغلها شوي أوكي معك بإيدها، لأنه دوامها يمكن بالتلفزيون بضع ساعات، أربع خمس ساعات، وبتكون بكير بالبيت يعني. ولما يكون عندها تصويرات وكذا، في اهلي وفي اهلها يعني مندبرين حالنا. مش بقى انا هاي الاجوبه الدبلوماسيه توني، انا لا ما بحبها. لا بقول لك مدبرين حالنا مش دبلوماسيه يعني. طيب. بالاخر يعني شوف، الحلو عندنا احنا ببلادنا العربيه انه في العيله الممتده موجوده. ممتاز، كثير حلو. يعني انت لو انك عايش برا مثلا بغربه ولا بشيء، بيكون كثير اصعب الموضوع، لانه دائما هي المشكله الرئيسيه الاولاد، وين بدك تروح فيهم لما تكون انت عندك شغل وهي عندها شغل. اوكي، بس احنا بالوضع يعني الحمد لله، الله يخلي لي امي وامها وعائلتنا واهلنا يعني، فقادرين نوازن بهذا الموضوع. بصير مره انه مثلا توني حسيت انه انا غيران من انه شغل دانا، غيران انه ممكن يكون في زخم انه؟ لا بالعكس، يعني بالاخر احنا انا وياها واحد يعني، حتى انا وانا يعني من كل النواحي واحد، في كل شيء بالبيت بالمسؤوليات بكل شيء. فما عمريش فكرت بهذا الموضوع ابدا، يعني النجاح من نجاحي واحد. كنا بنحكي على موضوع المهمات المنزليه، انه ايش في مهمات هي بس موجوده ممكن المراه تعملها بالبيت. هلا شوف، هي مش انه في اشياء بتقدرش تعملها الا المراه او الزلمه، بس بدك تقسم يعني كل واحد شو بحب يعمل شو بحبش يعمل. شو بتحب تعمل توني؟ يعني انا بكره اي شيء له دخل بالتنظيف. اوكي. انا مستعد اطبخ، مستعد مثلا ارتب اي شيء، بس اني انا اني اجلي او هاي مصيبه بالنسبه لي. الاولاد شو وضعك معهم؟ الاولاد انا بالعكس، الاولاد كثير بساعد فيهم يعني من اول يوم، حتى من لما كانوا بالمستشفى. بحب الأطفال أنا كثير يعني، بالنسبة لي متعة الموضوع، بستمتع. الله يخلي لك إياهم. طيب طوني، إحنا من أنه عم نحكي عن العلاقات الأسرية، وأنا عم بتعامل هلأ اليوم عم نحكي معكم كثنائي معروفين ومحبوبين، بنعرف يمكن أنه مرقتوا بظروف صعبة، كان في عندكم اختبار للزواج تبعكم، فترة المرض، فترة العلاج. احنا مش كتير حابب انا احكي بتفاصيل عنها طوني، لانه ما يعني زي ما بيحكوا تنذكروا ما تنعاد. ان شاء الله ما بتنعاد. بالضبط. الله لا يبعد، الله يبعد الشر عن كل حدا. بالضبط. ولكن احنا في شغلة مهمة، انه يمكن كنا نعرف انه قديه في جانب كان دعم وتضحية من دانا، خاصة يمكن كمان اللي قرأ كتاب على لائحة الانتظار صار يعرف تفاصيل اكتر هذا الموضوع. مزبوط. بدي موقف انت تحكي لي اياه، تحكي لي انه والله لما بتذكر هذا الموقف بيني وبين حالي بحكي اوف انا شو محظوظ انه انا يعني دانا هي شريكة حياتي، انه انت والله يا طوني لو بتلف وبتدور ما بتلاقي زي دانا. هلا شو حاسس انه هات السؤال دانا اعطتني اياه احكي لك بس والله لا حافظ وجاي انت. لا شوف، انا بالنسبه لي طبعا يعني دانا زوجتني وانا كنت بعز مرضي. اوكي. وحتى اهلها طبعا ما تقبلوش الموضوع بسهوله يعني، بس بالاخر وافقوا يعني. اوكي. والحمد لله اني انا يعني عملت العمليه وطبت وتحسنت اموري تمام. الف سلامه. حتى انا كنت يعني بهذيك الفتره طبعا حاس بالذنب يعني، انا ما بدي كنت انه ادخلها معي بمتاهه يعني بالاخر، بس لما تحس انه الشخص اللي قدامك خلص معك على الحلوه والمره يعني بغض النظر، يعني شوي الموضوع صعب لما احكيه، بس يعني كانت تقول لي انا اعيش معك سنه، ولا انه فكره اني انا ما اعيش معك. الله يخليكم لبعض.
دراما يا نعيم. نعيم احنا انا حاولت على طول اطلع من الموضوع بلاش نغمق دراما، رحت سلختني انت وحدي. طيب سيدي الله يخليكم لبعض، وان شاء الله يا ربي انه بتعيشوا عمر مديد وطويل وبتشوفوا احفادكم كمان. بدنا نروح شوي لايش؟ للجانب الفني. خلاص ما بدنا نضل نحكي باشياء شخصيه. انا شوي عم بعمل ريسيرش. ما عندي مشكله بدك تحكي بالموضوع، بدك تاخذ اتصالات اللي بدك اياه. شوف انا عم بعمل شويه ريسيرش ولعبتي، بحب انا اعمل ريسيرش يا توني. بيطلع معي في اغنيه اللي هي اغنيه شلتك من حياتي. بلاقيك انت مغنيها وبلاقي الفنان مروان الشامي مغنيها، وبعرف انه كمان صاير خلاف على هاي الاغنيه. بقدر اعرف منك شو هذا الخلاف؟ كيف صار اصلا غنيتوها انتوا الاثنين نفس الاغنيه؟ اشوف احكي لك. هاي الاغنيه انا كتبتها ولحنتها من 10 سنين تقريبا. أوكي. اكثر اكثر بكثير. لما كتبتها ولحنتها كان في مطرب اسمه حسام الشامي اللي هو اخوه لمروان. اوكي. فعليا هو اشتراها مني سنه 2005 يمكن. اوكي. أكثر يعني 15 سنة. وراحت الدنيا، هو بطل يغني وما غناها يعني. فجأة أنا هذا الحكي يعني مش عارف 2016 يمكن 17 فجأة 16 2016 فجأة بلاقي الأغنية نازلة بصوت مروان الشامي. هلا أنت لما تكون كاتب ولحن لأي أغنية أنت بتعطي حقوق لشخص معين يغنيها. يعني أنا مش معطي الحقوق لمروان، أنا معطي حقوق لحسام. حسام بدوش يعني يغنيها، بده ياخذ إذني. فانا لما شفت انه يعني انا فجاه لقيتها نازله بدون اي اذن، بدون اي حقوق، بدون يعني هو ما معه اي ورقه مني. اوكي. وانا عندي اوردي نسخه انا مغنيها من قبل. فنزلتها صراحه لانه انا هاي اغنيتي حقي يعني، وانا كنت ناوي اصلا اغنيها. وحاولت اتواصل مع حسام قبل انه اقول له اذا بدك شو الاغنيه انا بدي اغنيها. وما واصلا حقي اغنيها كملحن في كل الحالات يعني، حتى لو انا متنازل فيها لاي فنان، اي ملحن حقه يغني اغنيته، هذا شيء معترف عليه يعني. فهيك صارت القصه، انه هي بالاول ما كانت له، كانت مش له اصلا يعني. بس في هذاك الوقت انا يعني انا ما زعلت من الموضوع، بس انا لاني انا الاغنيه ما ان اخذ اذني بالموضوع. أوكي. وانا عندي نسختي اوردي، انا كنت يعني حاب اني اغنيها فنزلتها وحكينا مع بعض وعادي ما كان في اي خلاف. بالعكس حلو، وحبينا غنينا بعرس بعمان مع بعض يعني، وكان جميل. وشخص محترم مروان جدا يعني. ممتاز يا سيدي، بحب انا انه هيك، لانه صار انا عندي علامه سؤال انه ليه في اغنيه مغنيينها التنين ويعني حلو. هي شوف لما يكون في حدا ملحن لاي اغنيه يعني، مروان خوري كثير بحبه واحترمه صديقي. مروان غنى معظم الاغاني اللي لحنها للفنانين، هذا شيء طبيعي لانه انت كملحن حقك انك تغني اغنيتك، هاي لك بالاخر انت اللي عاملها. اوكي اوكي ممتاز. طيب نروح لايش؟ الاغنيه اللي بتحب النعنع. نجاح مبهر. يعني ما شاء الله صار في اكثر من 87 مليون مشاهده على اليوتيوب. من بعد يلي بتحب النعنع صرت عم بحس انه انت عم بتقرب اكثر لهذا اللون يعني. عم بتروح اكثر لانه الشعبي. على الشعبي، اللون اللي هو الناس حبته باللي بتحب النعنع. هل الفنان اليوم لازم يتاقلم مع ذوق المجتمع اللي بغني له؟ شوف لسه هذا النقاش كنت انا واخوي بالسياره بنناقشه. فبقول لي انه انت عم بتنوع كثير بالاغاني، شيء رومانسي على شيء شعبي. انا شوف انا بالاساس انا بحب الاغاني الطربيه او الرومانسيه اكثر. بس برضه ما بنقدر ننكر انه احنا جزء من ثقافتنا وجزء من حياتنا اللي هي الاغاني الشعبيه والالحان البيات والالحان الشرقي والموسيقى المزمار واليرغول والربابه وهالشغلات. فاحنا ما بنقدر نطلع منها يعني، بالاخر دالنا احنا خاصه احنا يعني بلاد الشام منطقتنا وخاصه الاردن وفلسطين، عندنا نوع معين من الاغاني. هذا الحكي لما تحطه بحفله خلص الناس كلها بتقوم طبعا. فانت بالاخر بدك تكون حماسك العصاي من النص، تتأقلم. مش كل شيء بتعمله على مزاجك، بدك تعمل شيء اللي هي الناس بتحبه. طب هلا احنا مثلا عم نشوف في موضه الشيلات، ممكن اشوف طوني مثلا بكره غنى شيله اذا يعني مش لهالدرجه يعني شيء ليه لا طيب يعني شوف حتى الشعب اللي انا غنيته شعبي شوي داخل يعني بتجديد شوي، مش انه شعبي 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 الثقيل يعني. بدنا ننوه انه احنا كمان هلا اجدد الاغاني طوني هي 1-2 يعني عم بتكون على اليوتيوب الحمد لله عم تعمل كثير منيح. شو رايك تغني لنا هيك مقطع صغير طوني؟ ما بزبط يكون موجود معنا وما نغنيها، مع انه اليوم هيك عندي حساسيه من الصبح مش عارف فجاه دائما اللي بكون عندي لقاء ولا حفله بصحى الصبح بلاقي في شيء. يلا يلا. القلب بيعشق مره ما بيعشق مرات، انت وحدك روح قلبي عمدى الحياه. القلب بيعشق مره ما بيعشق مرات، انت وحدك روح قلبي عمدى الحياة. قلبي عم ينبض بعترف حبي إلك زاد الضعف، والأمل بغرامك
ألف بالألف واحد، أخذت طبقة غلط من أولها. ما بعشق مرتين بتضلك حبي اليوم وبعدين، واحد اثنين ما بعشق مرتين بتضلك حبي اليوم وبعدين. اسمع الكلمات كتير حلوين، كتير قادر أتخيلها بعرس والدنيا صيف والناس قاعدة بترقص عليها، يعني محمسة صراحة. توني بدنا نروح لإيش؟ لأسئلة صح أو غلط. يلا هيك اطلع لنا من جو. خلص لا 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 في الله، لا لا صح وغلط. انت فكرت حالك رح ترتاح؟ لا لا صح وغلط اسخم انت. انا بحب الاسئله الشخصيه عادي. طيب يلا هينا مع الاسئله الشخصيه، وهو اللي حكى يا جماعه صح او غلط. اسئله صح او غلط. صح او غلط، لا احب اسم انطون وقمت بتغيير اسمي متجاهلا رغبه والدي. لا مش هيك، لا بصراحه هي انا اسمي انطون بالهويه. اوكي بدلعوني توني من عمري يوم، فانا ما بعرف انه اسمي انطون غير لما رحت على المدرسه يعني. أوكي. لما دخلت على الصف قرأوا اسمي انه اوه مين هذا انا. طبعا هاي المعلومه بنحب نوضحها، انه انت بالفعل انه انت اسمك انطون وخلص وكملت انه هو توني يعني. مش هيك اسمي من وانا صغير يعني، يعني كيف محمد بن ادو حموده كيف. انا لانه محطوط الخبر انا عم بدور انه توني قطان يغير اسمه كذا، قلت طب اذا بغير اسمه بغير لاشي تاني يعني كثير جرام اصلا يعني توني وانطوني يعني مش بنشوفك مثلا زيكو بنشوف. صح او غلط، صح او غلط، اندم على تقديمي اعلانا تجاريا لشركه دواجن. لا لا بالعكس، انا ما عندي مشكله، بالاخر الاعلانات التجاريه هي جزء من شغلي. اوكي. وانا اصلا يعني كمان عندي استوديو وبوزع موسيقى وبعمل ما عندي مشكله بالعكس. شوف اكون صريح معك، اذا بدنا نعلق على هاي النقطه، يمكن هذا الاعلان كان في عليه انتقادات وعلامات سؤال يعني على طريقه تقديمه وعلى طريقه انه هذا. هل انت اليوم حسيت بهذا الفيدباك السيء من هذا الاعلان؟ ما عمري سمعت ولا كومنت، انا عاطل على الموضوع. يمكن كنت بتقرا اكثر مني بتتابع. طيب ماشي. شوف انا احكي لك شغله، انا تعلمت شيء واحد من اول ما دخلت الفن. حلو. وطبعا بتعلم كل يوم اشياء جديده. تمام. هو عالم الشهرة، انت بدك تتعرض للانتقاد بكل شيء بتعمله. صح او غلط كان يعني، هو ما في صح وغلط، انت شو ما تعمل حيتلاقي ناس بتمدحك حتلاقي ناس بتنتقدك. اوكي. طب كيف بدك تستشعر انت انه ما هو مرات انت المحيطين بده يحكي لك الراي الايجابي، يمكن ما حدا رح يجي يحكي لك اذا في فيدباك سلبي على اغنيه على عمل على كذا. شوف هلا الفيدباك السلبي مرات بيكون هو سلبي لسبب انه بده مصلحتك الشخص بيحكي لك. أوكي. والله مش عاجبني كذا كذا. بس بعالم الفن ما في صح وغلط، في أذواق يعني. حتى انت يعني بالاخر بتيجي بتعمل اغنيه معينه، ممكن 10 يقولوا لك بشعه و10 يقولوا لك حلوه. ما بتعرف يعني، ما بتقدر تيجي تقول والله انه فيش شيء اسمه هذا حلو وهذا بشع، لانه بالاخر عندك الجمهور هو اللي بقرر. اوكي. وخاصه احنا بزمن يعني الناس مباشره بتقدر تقرر، اول ما تنزل اغنيه على السوشيال ميديا على اليوتيوب على الابلكيشنز على طول في كومنتس، على طول في لايكات، على طول في تعليقات. زمان كنا ننزل اغنيه ونستنى شهرين ثلاثه نشوفها الناس حبوها ولا لسه، وقد ايه في مبيعات على الاشرطه ولا يعني يعني بتنمغص وتستنى. هلا لا انت بتنزل الاغنيه وخلص يعني تبين من اول يوم. يعني افهم من هيك انه لو في كمان اعلان لشركه دواجن ما عندك مشكله بنروح يعني فيها. انا شوف احكي لك الموضوع الإعلانات خاصة. أوكي. بالآخر جزء من حياة الفنان هو الإعلانات يعني. طبعاً. كان مغني ولا ممثل ولا إعلامي ولا أي حدا، الإعلانات جزء من شغلنا يعني ما بنقدر نتخلى عنه، زي الحفلات الأعراس زي كذا، هذا جزء من حياتنا يعني. أوكي. يعني فأنت ما بتقدر تيجي تقول والله أنا ما بدي أشتغل هذا الإشي. أوكي. طيب. خلص ما راح نعلق أكثر، أنا مستفيد لك جاي لك أسئلة صراحة. أنت يعني السؤال طولت كتير. طيب صح أو غلط، لا يوجد معاهد أو مدارس موسيقية لدعم وصقل المواهب الناشئة وعانيت كثيرا في بداياتي. هلا صقل المواهب وكذا في أكاديمية وفي الجامعة الأردنية بدرس موسيقى، هذا إشي موجود إذا بدك تدرس موسيقى. إحنا نحكيش عن الموسيقى، إحنا الفن صناعة النجم مش موجودة بالأردن، ما عندك شركة تنتج، ما عندك حدا بيعرف بفهموش أصلا في موضوع الإنتاج الفني. نكون صريحين مع بعض، إحنا ما عندنا إنتاج فني، إحنا عندنا عمر شغل يعني فردي. طب نصيحتك اليوم لحدا عم بسمعنا هو لسه بعمر صغير عم بدندن بشوف انه صوته حلو وكذا، في بوتنشل لحتى يكون نجم، نصيحتك له يروح يتوجه لبرامج اللي هي المواهب؟ هلا طبعا اذا صح له برامج، البرامج اسرع واسهل طبعا. اوكي. لكن انه انت تلاقي حدا يجي يمسكك يعمل لك شيء ما في، انت بدك تعمل، انت اللي بدك تشتغل.
أوكي. حتى حد حاليا حتى بالدول زي مصر ولبنان اللي كان هي فيها الانتاج الفني طلع منها بطل في الشركات الموجودة زمان كانت زمان كان حتى بأمريكا وبهوليوود كان زمان يمسكوا الشخص هم يعملوا منه نجم بس هلأ إحنا بزمن الواحد يعني هو قادر إنه لحاله يعمل كل شيء. ما أنا لسه بدي أحكي لك بس هو أنت بس اليوم الأدوات صارت متوفرة. الأدوات كمان. متوفرة. يعني السوشيال ميديا اليوتيوب. يعني عقلك براسك بتدبر أمورك. لاحظ إنه بس اللي صح وغلط لهلا ما قلت لي صح أو غلط أنت بس عم بتجاوب أنا بدي تعطيني. صح إنه مظبوط. أوكي. كله مظبوط ما حكيش غلط. آخر صح أو غلط صح أو غلط ما زلت أعمل في مجال الهندسة المدنية إلى جانب عملي في المجال. لا ولا عمري اشتغلت بالهندسة. هلا إيش كل اللي فتح حمادة واللي جاي حمادة تاني. أوكي. هلا عنا أسئلة الصراحة هاي أسئلة الصراحة ما بدك تفكر توني فيها بدك على طول تعطيني جواب ما عندي مشكلة أنا شخص صريح يلا هلا بنشوف ما بتفرق معي يلا أوكي سجلوله يا حلوين شخص صريح أسئلة الصراحة اسم أفضل عمل ديو فني معه اللي هو عمل مشترك 1 أدهم نابلسي 2 حسين السلمان 3 هاني متواسي مع حفظ الألقاب واحترامنا للثلاث أسماء ممكن أدهم أدهم حلو كلهم أصدقائي يعني بس هاني ببريطانيا خلاص طلعتها معلم ما تبرر لي انت حاب تعمل مش ستايلي يعني انا وياه يا سيدي بنوجه لهم تحيه لكم ثلاثه وان شاء الله نتقرب هاني ابن عمتي يعني مش انه فيها فلا انا بعرفهاش هاي استنى شوي كنا اخترنا اسم ثاني يا زلمه هيك انتم بتمونوا على بعض طب احنا سيدي نترقب انه يكون في ديو ما بينك وبين الفنان ادهم نابلسي اسئله الصراحه اغنيه لا تستحق هذه الشهره 1 الهدف مرصود 2 بتعرف شعور 3 بنت الجيران يا زلمة انت قاعد تحكي بصريح انا بنظرتي ما في شيء ما بستحق الناس اللي بتحبه خلص بستحق ما دام الناس حبته شو انا بدي ادق لهم ولا لن اقبل هذا الجواب يا طول جد بحكي جد بحكي انا ما يعني صدقا كل الاغاني اللي حكيتها مش ضروري تكون اني انا بحبها بس لكن نجحت ما بقدر انكر هذا شيء هلا مرات يعني احنا شو بنشوف بنشوف عمل واخذ صدى كبير ودوشه كبير ممكن يكون مسلسل يمكن يكون فيلم مش مزبوط. بضروره اغنيه بس انت بينك وبين حالك بتكون شايف انه هلا انا احكي لك أنا مثلا انا مش ذوقي الهدف مرصود مش راح اسمعها انا مثلا كطول أوكي. بس انا بنت الجيران حلوه بالنسبه لي بحبها بتعرف شعور حلوه نكمل اخر سؤال باسئله الصراحه ما يزعجني بزوجتي هو 1 مغادرتها المنزل باكرا 2 لا تجيد الطبخ 3 ملحه جدا في طلباتها ملحه جدا ما اخذك ثاني تجاوب عرفت ده انا ليه يعني تطبخ منيح وتطلع الصبح مش مأثر علي بضل نايم انا يعني مش مأثر علي اذا طلباتها مش يعني انه طلبات بس انه مثلا اذا خربت شغله بدها تتصلح اليوم هذا معلم اعطيني لبكره بس مش فاضي هاي موضوع الزن هذا إشي هاي مشكله مشتركه مع الكل بس غير هو معهم حق صراحه لانه احنا اذا ما حدش نق علينا ما راح نسوي إشي احنا يعني الزلام ضل لو فيش نسوان في الحياه كان عايشين بالكهف والله انت رجل والرجال قليل ما بنسوي إشي بنضل نايمين على الكنبايه يعني. انا في عندي مره ضو الحرق بالبيت 6 شهور وانا بس مسلك عليه لانه برمش بس طفى تماما انا بعدين راح اتغير انا واخوي عشنا لحالنا 7 سنين الزبيه ايام الجامعه اوكي يعني لسه اخوي شوي كان يشتغل يعني في البيت 7 سنين لا 7 سنين عشان الجامعه لا مسافر وكذا انسى فانا وانا قعدت 6 سنين بالجامعه بس انا غيرت تخصصات شو عمل لك ما لا غير اكثر من هندسه واكثر بس انا شاطر يعني انا توجيه 96 يعني مش بس شو كنا نحكي لخبطنا يا نعيم الله يسامحك نحكي سيدي عن شغل البيت فانا مثلا بقول لك انا زلمه يعني لو ينهد البيت ما راح اصلح شيء اذا مش مضطر يعني مثلا خرب شيء بس تعملوش خليه منطقي صراحه يعني شو اسوي ابدا انا لازم تيجي واحدة تنظم لك حياتك ما راح اعارضك ابدا بهذا الجواب لانه احنا فعلا انا اذا شيء مش مستخدمه خربان يخربه ولا عمره ما تصلح انا ناهي يعني انت فاهم طيب راح نروح لايش سريعا احنا عم بحاول انا هيك اخذ كل شيء لا نروح لاسئله ثانيه انا قاعد بصعب شوي شوي نروح لايش اسئله معلومات عامه معلومات طوني قطان يلا نشوف يلا السؤال الاول ما هي اكبر دوله بقاره اسيا قاره اسيا كمساحه يعني طبعا اكبر وحده روسيا تعتبر اوروبا صح لا هون بدنا نستنى شوي نرجع نوزع القارات من اول وجديد يا الهند يا روسيا فش يعني. روسيا ما احنا باسيا وروسيا اسيا طيب روسيا حكيت روسيا بس ما هي اوروبا بس هي باسيا يعني هي دوله اوروبيه بس كلها باسيا شو نعمل طيب سؤالك ملغوم هذا السؤال ملغوم طيب بغمز بعدين طوني خطا انا يا طوني لمين ما هو الزلمه بدي اجامله برضه بتطلع فيه نعيم طيب سؤالنا الثاني من هو مخترع الاطارات المنفوخه
اسمع راح تتفاجأ باسمه كتير سهل. تنجست برجستر شو اسمه صراحة صح إشي قريب مش هو بس إشي قريب إيش ستون لا جورج دانلوب دانلوب حلوة هي. طيب نروح للسؤال اللي بعده. ما اسم الديانة الأكثر شيوعا بالهند؟ هندوسية. اه يا عيني عليك يا سلام. يعني السؤال يعني لا صعب يا زلمة. لا متوصي فيه يعني أنا السؤال. طيب وهذا كمان سؤال سهل إذا ما بتعرفه جد أنا ودانا بالبيت رح نزعل. تمام. ما هو أصل جبنة البارميزان؟ إيطالي. يا سلام عليك. واليوم شوف آخر أنت يعني تسألني أسئلة يعني بديهية. ما هو أنا أشوف أحكي لك شغلة. ما هو أول سؤالين كانوا صعبين قلت ما هو لازم يعني الواحد الحياة خد وعطي صح. فقلت يعني بس ما عرفتوش تبع الإطارات تبع الإطارات لا ما عرفتش إنه يعني كيف حكيت روسيا أنا أنت لسه أنك ما تعرفش إنها روسيا أكبر دولة عادي بس ما تعرفش إنها بآسيا هي مصيبة يعني حكيت لك أنت معتبرها آسيا ولا أوروبا ما هي أوروبا هي دولة أوروبية تعتبر هي بآسيا معظمها بس موسكو بأوروبا سان بيتر مية كيف وين استنى شوي تعال ارجع لا هي تركيا اللي فيها جزء أوروبا وجزء آسيا بس روسيا لا صديق. والله غشنيش إذا ما غشنيش لا مش شيء غلط هلا برجع أعمل عليها سر والله يا مستمعين أنا معلوماتي صحيحة وأنا بحكي لكم هاي المعلومات توني كثير 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 انبسطت وتسليت معك إن شاء الله إنه تكون الأمور هيك كانت دمها خفيف عليك حاولنا إنه يعني نتأكد معلومة فيش مجال طبعا نتأكد يلا احنا هنا بنتأكد من المعلومة قاعدين معك أيوه. بالضبط سان بطرسبرغ زي أوروبا هي الخمنيش كيف 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 هاي البلقان انت حط لي انت حط لي خلص هاي البلقان وين مشيها مشيها سيدي انبسطت بوجودك معي اليوم حبيبي لسه في هيك شوية أسئلة كمان ما غمقنا كتير ولكن انه مش كتير معنا وقت صراحة انا يعني حسيت اللقاء اصلا على السريع مش حاسس حالي صار لي 5 دقائق داخل نص ساعه احنا صرنا مع الخبر فهذا الشيء كثير ببسطني انه هيك معناها الموضوع مره لا الموضوع مسلي وانا مبسط كثير معكم ونعيم شكرا فانطون اهلا وسهلا فيك قويه يا يا اخي طب مره هيك عملنا تيزر مثلا حط لنا انه على الكفر تبع الالبوم حط انطون قطار مثلا حط لنا شيء يعني مزبوط حبيبي شكرا كثير لك ان شاء الله يا رب انه بنضل نسمع عن اغاني ناجحه لإلك وبنسمع عن حفلات وبكره هيك الدنيا بتفك وبطل في كورونا بنرجع نحضر لك حفلات لايف زي اول والامور بتكون تمام هلا في اغنيه قريبا حنصورها احكي لي اسمها نسيني وغاب خلال يعني الاسبوع الجاي حنصور احنا اعملوا لي اشتراك باليوتيوب عشان تسمعوها بس تنزل يلا الكل يتطلع بعدين لا صر انت كمان نزلنا هيك شويه تيزرز على الانستغرام اكيد طبعا وين بدك تصورها الاغنيه هون بعمان يعني اوكي بعدين من احكي لنا شوي غششنا طيب ما لسه بندور على لوكيشنز ما خلصناش تحب اساعدك توني شكرا كثير لك لكل الناس اللي بتسمعنا ولكل الناس اللي موجوده معنا على الانستغرام شكرا لكم شكرا لمتابعتكم لنا سؤال الاحد مع معتز خلف على مزاج احلى اذاعه